السلام عليكم. قصة صغيرة لعل تكون فيها عبرة. قصتنا مع طفل عمره 4 سنوات، أربعة وكم شهر تقريبا. دخل المطبخ، وجد فتح الثلاجة، وجد علبة الخل كان حيشربها، فتحها كان حيشربها، صبها جات في عيونه. نشوف الصورة ايش صار في عيونه، نرجع نتكلم بعد كذا. الصورة شفتوها قبل شوي بعد 11 تدخل جراحي زي ما ذكر الوالد، لمحاولة انه يرجعوا القرنية لشكلها الطبيعي او العين شكلها الطبيعي، بحيث المريض او الطفل يستطيع ان يبصر فيها. قبل ما اتكلم واقول ايش سوينا المريض هذا وكيف صارت حالته، احب انبه لاهمية انه الطفل ما يدخل المطبخ. طفل 4 سنوات ايش يدخل المطبخ؟ صحيح احيانا في صعوبة جدا في منعهم، لكن والله اي صعوبة واي شيء نبذل من جهد لمنعهم دخول المطبخ هو جدا مهم، سواء بوضع حواجز طويلة عند الباب، باغلاق الباب وجعله يفتح بطريقة معينة، بوضع مثل هذه الاشياء بعيدة عن متناول الطفل، مش تحت الثلاجة ولا حاجة، توضع برا الثلاجة، توضع اماكن تكون بعيدة الطفل ما يقدر يوصل لها. في نفس الوقت مرة مهم ما تنوضع مرة فوق، بحيث حتى الام ممكن احيانا تحاول تفتح الدراجة اللي فوق يطيح تتكب عليها وتتأثر حتى الأم، سواء مواد الحارقة الخل هذا أو حتى مواد المنظفات، جدا جدا خطيرة. رجاء انتباه النقطة هذه مرة مهمة، ولن نعدم وسيلة لمنع دخول الأطفال أو منع وصول هذه الأشياء في يد الأطفال. من ضمنها أحيانا تجي زي الأدراج الخطيرة مثلا، هذه تغلق الأدراج لزقات حماية خاصة تفتح بطريقة معقدة شوي بالنسبة للأطفال، ولكنها سهلة جدا بالنسبة للأباء، موجودة في إيكيا وغيره من المحلات يعني. ثاني شيء لو زي ما يقولوا طاح الفاس في الرأس، دخلت المواد هذه سواء خل أو غيره، مواد معقمة أو غير مواد الحارقة اللي تضر العين، إيش نسوي؟ سواء في عين طفل أو عين كبير طبعا، مباشرة تغسل العين بكمية كبيرة جدا من المياه. لو وجدنا مياه عذبة، مياه نظيفة، كويس. لو ما في، مياه الصنبور العادية، توضع العين تحت الصنبور يجري وتتغسل، تنفتح وتتغسل بشكل كامل. في البداية راح يحس شوية مضايق، لكن مع الوقت حتى الكبار راح العين تصير أبدا ما تحس في الموية لما تجري عليها، فهذا جدا مهم قبل ما تروح المستشفى. بعد غسل العين بكمية كبيرة، يعني أقل حاجة 10 دقائق نخلي الموية تمشي على العين، بعد ما نغسلها بالطريقة هذه نذهب مباشرة للمستشفى، أقرب طوارئ فيها طبيب عيون، نروح راح يغسل العين بشكل جيد، يفحصها، يعطيك الأدوية المناسبة بإذن الله اللي تمنع تدهور الحالة بسبب تأثير المادة الحارقة هذه. طبعا بعض الحالات للأسف تكون المادة تأثرت على العين، لكن بلا شك عمل ما سبق راح يقلل التأثير بشكل كبير على العين، فالعين اللي كان راح تتأثر 100% راح تتأثر 50% لو سوينا الخطوات هذه. إلى حالة الطفل، بعد فحص الحالة وجدنا أنه أكثر من 75% من خلايا الجذعية المحيطة بالقرنية والمسؤولة عن صفاوة القرنية تأثرت، وبالتالي رأينا أنه الأنسب زرع خلايا جذعية من العين الثانية. طبعا كان في صعوبة بإقناع الوالدين أن تمسك عين سليمة وتأخذ منها خلايا جذعية وتوديها العين المصابة، ولكن الحمد لله يعني تم إقناعهم والحمد لله تم إجراء العملية بنجاح. العين الحمد لله السليمة لم تتأثر، والعين الحمد لله اللي تأثرت، العين المصابة بالمادة بالخل، الحمد لله استجابت بشكل جدا كبير. راح أوريكم الصورة قبل العملية وبعدها بشهرين فقط، وطبعا مع الوقت بإذن الله راح تصفى بشكل أكثر وأكثر بإذن الله. أخيرا وبعد الأخذ بالأسباب قبل حصول المشكلة أو حتى بعد حصولها، لا ننسى أنه دائما نتوكل على الله عز وجل، ولا ننسى أورادنا وكذلك أيضا تحصين أطفالنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.